فكيف إذا كانت غيبة لأهل الخير والإصلاح وتحريشا خفيا أو جليا بعلماء الأمة وأهل الدين والصلاح من الصالحين والمصلحين، وغمزا ولمزا وسخرية واتهاما للعقائد والنيات؟ أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إنه لا خلاص من هذه الرذائل بلاتي شوية إنه لا خلاص من هذه الرذائل إلا بعزمة صدق مع الله، يكتال معها المؤمن من فيوضات رحمة الله ما يلين قلبه ويجعله أخشى لربه. ولو كان مثل هذا صاحب ليل يحييه بقيام الليل، وله في ظلام الليل تملقات لربه تكسب قلبه النور وتكسو وجهه الضياء، واهتمام بكتب الرقائق والمواعظ ما يلين بها القلب ويزداد بها خشية لله وحبا له، ومجالسته لأصحاب الهمم العالية من العلماء والصالحين الصادقين الذين قال الله تعالى فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لرطب لسانه من ذكر الله تعالى، ولترقى لمنازل الصديقين والشهداء والصالحين، ولطهر قلبه. وهذا لا شك يحتاج إلى ترويض نفس ومجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن مذموم الخوض فيما لا يعني التقحم بجهل في مسائل العلم التي لا يجيدها إلا المختصون فيها. يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن تكلم في غير اختصاصه الماهر فيه أتى بالعجائب. ورحم الله السيوطي إذ يقول: لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، العقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة، فلا يقوم فيها شيء على الظن والوهم والشبهة. وفي محاسن تجيهات القرآن العظيم يقول الله تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال القرطبي رحمه الله: أي لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تذم أحدا بما ليس لك به علم. أيها الأحباب الكرام، إن هذه الكلمات المباركة القليلة التامة تقيم منهجا كاملا للقلب وللعقل، يتفوق على المنهج العلمي المادي الحديث، لأنه يضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله عز وجل. إنها ميزة الإسلام على جميع المناهج العقلية الجافة. فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة قبل الحكم عليها والتكلم فيها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبقى مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبقى مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، بل لم يبقى مجال للأحكام السطحية والفروض والافتراضات الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس اليوم ليست إلا طرفا من الأمانة العلمية القلبية التي يعلن القرآن الكريم تبعتها الكبرى، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهبها سبحانه وتعالى. إنها أمانة الجوارح التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، أمانة يهتز الوجدان الحي لجسامتها ودقتها. كلما نطق الإنسان بكلمة أو روى رواية أو بلغ خبرا، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو على حادثة. وصدق الله إذ يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم ألسنتنا
من الزلل يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.